بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح الفصامية 181 فولي 2، وهذه الفقرة الجديدة الأسبوعية التي سوف نتطرق فيها كل سبت إن شاء الله لتطبيق مميز يقدم لك خدمة خيالية صح التعبير. بعض التطبيقات تقدم لك يعني بعض الخدمات التي تجدها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، كالنموذج لهذا التطبيق الأول الذي سوف يكون أول درس يعني في هذه السلسلة الأسبوعية كل سبت. وإذا عجبتكم طبعا الحال فقط اضغطوا على اللايك. هذا التطبيق يدعى سناب توب، يعني فهو مهم جدا ويجب أن يكون في هاتفك، لأنه سوف يساعدك في تحميل الفيديوهات على اليوتيوب، الفيسبوك، إنستغرام، مواقع أخرى، إضافة يعني بعض المواقع المفضلة إلى التطبيق لزيارتها دائما، فميزة جميلة جدا صراحة. فإذا أخذنا مثلا يعني اليوتيوب ثم دخلنا وبحثنا عن أي فيديو أريد يعني مثلا تحميله، مثلا النموذج هذا الفيديو، فكما سوف تشاهدون فسوف تظهر لك مباشرة أيقونة بهذا الشكل، وبالضغط عليها تستطيع تحميله يعني بجودة Full HD يعني دقة 1080 بيكسل كما سوف تشاهدون. بالضغط عليها نضغط على أوكي، يعني هذا إذا كنت تريد بطبيعة الحال يعني الضغط على اللايك لصفحتهم. كما سوف تشاهدون سوف يبدأ تحميل الفيديو أحباب في الله الذي قمت يعني البحث عليه في اليوتيوب. ثم أيضا يمكن لك بتحميله على شكل MP3 يعني صوت فقط إذا كنت تريد ذلك. بالتالي فهو تطبيق مميز من ناحية فيديوهات اليوتيوب. نفس الشيء بالنسبة لفيديوهات الفيسبوك، فبدون مغادرة يعني تطبيق الفيسبوك الذي فتحته أنت شخصيا يمكن لك يعني تحميل هذه الفيديوهات. فإذا دخلت مثلا يعني على الفيسبوك وعجبني فيديو معين، فبالضغط فقط يعني على هذه الأيقونة وبالضغط على يعني كوبي هنا يعني نسخ الرابط، لاحظ معي بأنه سوف تظهر لك أيقونة هنا في الأعلى بعد الضغط على نسخ الرابط كما سوف تشاهدون تظهر لك، وبالضغط عليه مباشرة سوف يبدأ تحميل الفيديو الذي أنت شخصيا كما تشاهدون الذي قمت بمشاهدته على الفيسبوك بدون الحاجة إلى الدخول إلى التطبيق. نفس الشيء يعني بالنسبة لجميع الفيديوهات، مثلا انستغرام يعني نفس الطريقة، دخلت وعجبني فيديو على انستغرام مثلا، هذا الفيديو كنموذج، فأقوم فقط بتشغيله ثم أضغط هنا وأضغط على كوبي يعني نسخ ومشاركة الرابط، ولاحظ معي سوف تظهر لك أيقونة بهذا الشكل، اضغط هنا فقط يعني وسوف يبدأ تحميل الفيديو أحبابي في الله في ثواني لأنه فيديو قصير. فهذه طريقة جميلة جدا يقدم لك يعني هذا التطبيق الرائع الذي سوف يسمح لك يعني تحميل الفيديوهات على الفيسبوك، يوتيوب، يعني مواقع مشاركة الفيديوهات الأخرى، فقط يعني بنسخ الرابط والضغط على الأيقونة وسوف يبدأ تحميله على الهاتف يعني الخاص بك. شيء آخر يميز هذا التطبيق أحبابي في الله أنه يقدم لك مثلا أن تقوم مثلا يعني بإضافة مواقعك المفضلة إلى التطبيق مباشرة للدخول إليه بسهولة. فإذا ضغطت على هنا Add Website كما سوف تشاهدون، سوف أضيف مثلا إيجلي 5 يعني مدونتي تسميها، ثم تضع يعني رابطها مباشرة مثلا إيجلي 5 أدس حتى يعني يسهل لك يعني الدخول إليها بسهولة أحبابي في الله. كما سوف تشاهدون قمت بإضافة مثلا إيجلي 5 هذا هي، وعندما مثلا أريد يعني إضافة مواقع أخرى إذا كنت تريد ذلك، عندما فقط أضغط عليه سوف يتم نقلي إلى هذا الموقع وأستطيع يعني تصفحه أحبابي في الله بدون مشاكل. يعني هذا حتى يسهل لك دائما الدخول إلى الموقع بدون الحاجة إلى الضغط يعني وضع الروابط الخاص بها. نقطة أخرى مهمة جدا في التطبيق أحبابي في الله أنك يمكن لك مباشرة البحث عن الأفلام أو الفيديوهات من يعني مربع الخاص به. مثلا أريد البحث عن مثلا تحميل مقطع موسيقي مثلا لسامي يوسف مثلا أو أي مطرب كنت تريد ذلك، ففقط بعد البحث عن أي اسم مقطع تقوم بالضغط هنا ويمكن لك تحميله على شكل صوت وصورة Full HD 1080 بيكسل، ثم أيضا يمكن لك تحميله على شكل MP3 إذا كنت تريد فقط الاستماع لهذه المقاطع أحبابي في الله ويتم تحميله الحين. نفس الشيء مثلا بالنسبة للأفلام، تريد البحث عن أي فيلم تريده فقط وضع فيلم اسم أي فيلم مثلا هنا في الأعلى، مثلا سوف أبحث عن أي فيلم لاحظوا معي يتم إظهاره، وبالضغط هنا يمكن لك تحميل الأفلام أحبابي في الله بدون مشاكل وبسهولة
تمام، بالتالي فهو تطبيق 5 نجوم صراحة مميز في جميع المواقع التي يدعم يعني تحميل الفيديوهات فيها. هنا سوف تجد يعني الأكثر شهرة التي قام بتحميلها الفيديو الأشخاص توب، هنا مثلا كتالوج، مثلا هنا يعني الأقسام التي يمكن لك تحميل فيها الفيديوهات إلى غير ذلك. مثلا وجدنا مثلا ميوزيك، وهنا سوف تجد يعني المقاطع إذا كنت تريد تحميلها، الأفلام دائما بالضغط هنا سوف تستطيع تحميل أي فيلم إلى غير ذلك. بالتالي فهو تطبيق مميز، أدعوكم لتجربته، وإذا أعجبتكم هذه الدورة ففي الأسبوع يعني المقبل سوف أضع أيضا تطبيقات أخرى لتحميله. سوف تفتح يعني متصفحك الذي تستعمله ثم تقوم بالدخول إلى snaptubeapps.com، يعني كما سوف تشاهدون الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو، ثم تضغط هنا لتحميله وسوف يتم تحميله. الحين بعد حتى أضغط على ستارت وسوف يتم تحميله. الحين حتى أستطيع يعني تثبيته، فبما أنه يعني خارج بلاي ستور سوف تذهب إلى سيتينج، ثم سوف تذهب إلى سيكوريتي يعني الأمان، ثم عليك أن تقوم بتفعيل هذا الخيار للسماح للتطبيقات خارج بلاي ستور لتثبيتها، وكذا يمكن لك تثبيته على هاتفك الاندرويد. احباب في الله، اراكم ان شاء الله في مواضيع جديده. انسى الضغط على اللايك وزيارتنا دائما على موقعنا www.montegla5.com، اللي هو صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حرف 981 فول، ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.